واحدة من أغرب البقاع على كوكب الأرض، فبالرغم من كونها واحدة من أبرز المناطق السياحية في الجزائر التي تلفت أنظار الزوار من كل اتجاه وصوب، إلا أن الغموض الذي يكتنفها يثير العديد من التساؤلات حولها. إنها سيفار، مملكة الجان ومتاهة الكهوف، الأعجوبة الثامنة في العالم. ما الذي تعرفه عنها؟ أنا مروة سرساوي وهذا ملخص القصة. في عمق الصحراء الجزائرية، وتحديداً في ولاية إليزي على هضبة شاسعة تسمى تصيلي ناجر، توجد غابة سيفار، والتي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وتعتبر أكبر مدينة متحجرة والأعجوبة الثامنة في العالم. غرابة هذا المكان دفع الجزائريين لإطلاق عليه اسم بوابة الجان، لأنها أكبر مدينة كهوف في العالم، تحوي جدرانها على العديد من الرسومات من العصر الحجري. لم يتجرأ أحد حتى الآن على دخول هذه المدينة كاملة، واكتفوا فقط باكتشاف أجزاء منها، لأنها تشبه متاهة، وفي حالة دخول أي شخص فيها لن يستطيع الخروج منها إطلاقا. وتعددت أسماء تلك المدينة، وأطلق عليها أكبر تجمع للسحارين وبني إبليس. ومع البحث وجدوا فيها رسومات للفضائيين، وتحوي تلك المنطقة على تاريخ العديد من الحضارات العريقة والمتطورة جدا، لأنهم يعتقدون أنها تحتوي على كنوز الملوك السبعة للجان، ويعتبرونها ثاني أخطر مكان بعد مثلث برمودا بسبب وجود قوة مغناطيسية كبيرة. تمتلك مدينة بوابة الجان مناظر أثرية مذهلة ومناظر طبيعية خلابة يعود تاريخها إلى حوالي 10,000 عام. ينظر إليها البعض على أنها أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم، كما أنها تعتبر أكبر مدينة كهفية مدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 1982. تضم بوابة الجان مئات الآلاف من المنحوتات والرسومات ولوحات الكهوف، وتحتوي على أكثر من 5,000 منزل كهفي وأكثر من 15,000 لوحة جدارية. وتم اكتشاف نقوش على جدرانها للإنسان والحيوان يعود تاريخها إلى أكثر من 20,000 عام، وفقاً لما جاء في أحد المواقع الأجنبية. في هذا الفن الصخري الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، تكون الرؤوس البشرية المنقوشة على جدران تلك المدينة دائرية بشكل منهجي وبسيطة، ومزينة بأنماط هندسية ومطلية باللون الأحمر، ومعززة بالأبيض والأزرق الرمادي والأصفر. تحمل بوابة الجان العديد من الشخصيات والرموز المذهلة، بها تراث ثقافي عظيم يشهد على العلاقة القوية بين الإنسان وبيئته، ويصور الفن الصخري ثقافات ما قبل التاريخ القديمة وتطور الحضارات في المنطقة. والرسومات والنقوشات الموجودة على الجدران من فترات مختلفة، على رأسها رصد للسكان الذين عاشوا في هذه المنطقة والذين تركوا وراءهم العديد من الآثار الأثرية، كما يمثلون ممارساتهم الدينية وحياتهم اليومية والاجتماعية. تظهر الصخور الأخرى صوراً لتدجين الخيول والإبل، وتظهر الأنواع التي تعتمد على الماء مثل فرس النهر والأنواع المنقرضة في المنطقة لعدة آلاف من السنين. مدينة سيفار الغامضة هي قيمة عالمية بارزة تجمع بين الأنواع الحيوانية والنباتية من النوع الصحراوي والاستوائي والمتوسط، والتي تتكيف مع المناخ القاسي. ومع ذلك فهي أكثر عرضة للتدهور الناجم عن الظروف المناخية بسبب قسوة الصحراء.